مرحبا بكم أصدقاء قناة التعليم والتعلم. في هذا الفيديو أريد أن أستعرض لكم بعض المقالات المتوقعة لكل الشعب في مادة الفلسفة. نبدأ بالشعبة الأولى. أولا شعبة الفلسفة، من المتوقع أن تكون مقالة الشعور ولا شعور، الأخلاق، الحقيقة، العادة والإرادة والإبداع، الأنظمة السياسية. ثانيا شعبة العلوم التجريبية والرياضية، والرياضيات، من المتوقع أن تكون مقالة الرياضيات، أصل الرياضيات هل هي نسبية أم مطلقة، المنطق، المشكلة والإشكالية، العلوم الإنسانية، البيولوجيا، أهمية الفلسفة. ثالثا شعبتي تقني الرياضي والتسيير والاقتصاد، المذاهب، الرياضيات، السؤال العلمي والفلسفي، البيولوجيا، المشكلة والإشكالية. رابعا شعب اللغات الأجنبية، من المتوقع مقالة العنف والتسامح، المنطق، الشعور بالأنا والغير، السؤال العلمي والفلسفي، هل لكل سؤال جواب، الحرية والمسؤولية. لكن يجب أن ننتبه إلى أن هذا مجرد توقعات، ولا سبيل إلى النجاح إلا التحضير الجيد والاهتمام بكل الدروس. حتى مثلا حضرنا مقالة المنطق، إذا الذي لم يحضر مثلا موضوع المنطق أصلا يمكنه أن يخرج عن الموضوع، لأن الأسئلة في الغالب تكون أولا فيها فقرة، ثم بعد ذلك تحتاج إلى فهم جيد للموضوع من أجل فهم المطلوب، وبالتالي هذا هو اللي يحتاج تحضير الجيد، تحضير الجيد لكل المقرر. وإنما هذه بعض التوقعات للاستئناس وليعرف التلاميذ على أي موضوع أو أي مقالة يركزون عليها اهتمامهم بشكل أكبر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة من أجل الجديد، شارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة، وشكرا. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.